كلنا نعرف مدى حساسية مرحلة الطفولة في تشكيل الشخصية والسلوكيات خاصة في سن المراهقة. خلونا نخليكم مع هذا الفيديو اللي راح تشوفون فيه استشارية طب تطور وسلوك الأطفال الدكتورة أمل العوامي عشان تعلمنا كيفية التعامل مع المراهق اللي عاش طفولة مؤلمة وظهرت عليه تصرفات عنيفة ومتطرفة. اليوم حنتكلم عن الأحداث المؤلمة اللي يتعرض لها الطفل وتأثيرها على سلوكياته كمراهق. أولا، الأحداث المؤلمة هذه كتعريف هي كل ما يمس بأمن وسلامة الطفل من التعرض للعنف الجسدي أو اللفظي أو العاطفي أو الإيذاء الجنسي، وكذلك أنه يشاهد العنف أمامه في البيئة، أو أن يكون البيئة المحيطة به غير سليمة، وهنا ينتج عنها طبعا اعتلالات نفسية، ممكن تكون الشعور بالوحدة، الشعور بالقلق، ممكن يلجأ إلى استخدام الكحول أو المخدرات أو التدخين أو دخول في علاقات غير شرعية، وكذلك العنف ضد الذات وضد الآخرين. وطبعا جميع هذا ستؤثر على الصحة العامة إلى المراهق. ففي هذه الحالات كيف نتعامل مع طفل يكون عاش مثل هالأحداث المؤلمة في صغره؟ أولا، تفهم إن ما مر به في الماضي هو أثر على سلوكه الحالي، يجعلنا نؤطر سلوك المراهق في الفترة الحالية بإطار جديد، بإطار كله عطف واحتواء، لكون ما مر به كان شديدا ممكن يأثر على أي فرد. هذه أول حاجة، زيادة الثقة بالنفس للطفل نفسه، احتواءه بالحوار وإيجاد مكان للتنفس للتنفيس عن مشاعره، وجود القدوة المناسبة له بالتعامل مع كيف يتعامل مع الغضب أو الانفعالات الموجودة له، وكذلك في النهاية اللجوء إلى المختصين إذا كانت المسألة وصلت إلى مرحلة القلق أو اكتئاب أو اضطرابات نوم أو غيره. طيب كيف نتعامل طيب مع المراهق اللي يكون عنده عنف؟ طبعا أولا لازم نفهم أن فترة المراهقة هي فترة صعبة جدا جدا، فيها تغيرات جسدية ونفسية، فيها ضغوط من الأهل والأصدقاء، وأيضا فيها حب إلى الاستقلالية والتمرد والخروج عن المألوف لبناء الذات نفسها. فطبعا هي مرحلة صعبة، لكن وجود العنف فيها قد يزيدها صعوبة، فيجب أن يعني نفهم المراهق أن العنف هي ليست وسيلة للتواصل، وحقيقة لما يكون هناك عنف يفضل أن أولا نتأكد من سلامة المراهق نفسه وسلامة المحيط والبيئة حقتها، أن لا نتواجه مع المراهق في فترة الغضب نفسها، لأن قد تكون فترة غير قابلة للنقاش، يعني ننتظره إلى أن يهدأ ثم نتكلم معه عن طرق أخرى للتواصل عن غير طريقة العنف المستخدمة. وأيضا نعطي حلول ثانية، ممكن ينفس عن نفسه بالكتابة أو بالرسم أو بالتعبيرات الفنية مثلا، ونشجعه على الوصول إلى مرشد نفسي إذا استلزم الأمر. إن فهم ما يحصل في الجسد أثناء الغضب من دقات القلب العالية إلى التنفس الغير منتظم إلى انقباض في العضلات نفسها، عندما نصل إلى هذه المرحلة ندرب الطفل أو المراهق على فهم هذه المرحلة وكيف التعامل معها، مثلا إنه يغير مكانه، يعد من 20 إلى 1، يشد على قبضة إيده ويفكها، أو يشد على أعصابه كامل وبعدين يسترخي أكثر من مرة، مما يساعده على الاسترخاء أفضل. وبهذه الطريقة نمنع حدوث أي إيذاء إلى أو إيذاء إلى المحيط، ونقدر نتفاهم معه بطريقة أفضل.